يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن لوط عليه الصلاة والسلام لم يدعو إلى التوحيد في بداية دعوته، فلو أن الداعي بدأ في الدعوة بغير ذلك من الأمور الأخرى كالتحذير من المعاصي والشهوات. يا سبحان الله، هل يقول هذا الكلام ما قرأ قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قرأ هذه الآيات أن جميع الرسل جاءوا بالتوحيد ومنهم لوط عليه السلام، لكنه خص اللواط لأنه جريمة ما سبقوا إليه، ما الشرك بالله عز وجل. نعم.